قامت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين بتكريم التربويين المشاركين في برامج إنجاز البحرين من منسقي المدارس ومسؤولي الوزارة، وذلك في اللقاء السنوي الذي تنظمه المؤسسة مع المدارس والجامعات بقاعة وزارة التربية والتعليم بحضور أكثر من 300 مشارك تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، احتفاء بالتعاون المستمر بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم بالبحرين. وأشادت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بالدعم الكبير الذي حظيت به المؤسسة من قبل وزارة التربية والتعليم. وقالت سمو الشيخة حصة إن مؤسسة إنجاز البحرين استطاعت الوصول إلى 150 ألف طالب منذ العام 2004، مؤكدة أن المؤسسة في عمل دؤوب لجذب وتشجيع الشباب للانخراط في العمل التطوعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح واستمرار المؤسسة وتطور وتنمية مملكة البحرين. من جانبها أوضحت الأستاذة لطيفة البنوضة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم أن إنجاز البحرين استطاعت خلال هذا الفصل الدراسي الوصول إلى 20 ألف طالب وطالبة بدعم من أكثر من 659 متطوعا بالتعاون مع المنسقين في جميع مدارس المملكة، مؤكدة أن هذا العمل يعد نموذجا فعالا وإيجابيا للشراكة المجتمعية التي تصب في صالح الوطن والمواطن. مؤسسة إنجاز البحرين تقدم برامجها لطلاب وزارة التربية والتعليم في المدارس الحكومية والخاصة وأيضاً الجامعات، واليوم بعد 13 سنة وصلنا إلى 150 ألف طالب بحريني، والمفتخرين جداً ومشكورين وايد لوزير التربية والتعليم دكتور ماجد النعيمي ووكلاء التربية والتعليم لدعمهم لهذا المؤسسة الذي يعلم الأساسيات في الريادة والمعرفة المالية والاستعداد لسوق العمل. نعمل على الوصول إلى 30 ألف طالب سنوياً، وبجهود طبعاً المتطوعين من القطاع الخاص ومساندة من المدرسين والمدرسات والمنسقين والمديرات والمدراء في مدارس الحكومة. من أهمية مشروع إنجاز، تعمل وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسة إنجاز من أجل تقديم برامج نوعية للارتقاء بمهارات الطلبة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بغية تأهيلهم للانخراط في المجتمع المحلي بفعالية، بالإضافة إلى إكسابهم سلوكيات الحسنة التي تثمن وتقدر عالياً مختلف المهن، سواء كانت تلك المهن صغيرة أم كبيرة، ما دامت تدر دخلاً يساعد على العيش الكريم. أيضاً في عندنا مجموعة من الطلبة التحقوا بهذا البرنامج، أن تخرجهم كانت الجامعات تقبلهم وبرحابة صدر لما يتمتعون به من مهارات شخصية تؤهلهم لتمثيل جامعاتهم خير تمثيل في مختلف المحافل. شركة ألبا من الشركات المؤسسة لإنجاز ومن الداعمين الرئيسيين في إنجاز البحرين. من سياسة الشركة ومن مجلس الإدارة وعلى رأسهم الشيخ دعيج رئيس مجلس الإدارة أن دائما نهتم في تطوير الكفاءات البحرينية خاصة الشبابية. مثل ما تعرفون إنجاز يركز على الفئة الشبابية وعلى فئة المدارس من خلق فرص ومجالات مختلفة
تخلي الطالب انه ينفتح على المجتمع العالمي من بناء مقترحات او برامج تفيده في المستقبل ويكون قادر على مواصله الحياه بوحده يعني.